اتوقع فاني سهل انها تهرب من بارتس من ناحية الالتيميت. فبارتس بعد النيرف اللي اخذه قبل فترة طويلة للي ما بيستخدم بارتس فهو بطل يقدر انه يستخدم عليك الالتيميت اذا انت طلعت من الرينج تبعه. فراح تكون فاني سهل عليها انها تهرب. كذلك ممكن نحكي فالنتينا اذا عندها الداشتين, ممكن نحكي دايروث اذا عنده الداش, كلينت ممكن يواجه مشكلة الا اذا عنده الداش وكانت معه الفليكر. فصراحة بارتس راح يستفيدوا منه كدمج جسدي كضرر بيسك. اوه شافيير الأسطورة صراحة. حلو. شافيير أنا بحبه من الشخصيات اللي بحبها وصراحة الأكس بلعب فيه بطريقة حلوة. هل راح يشتغل بالشكل المطلوب؟ كوبا راح يسرق من فريق الثرونز واللي هو لابو لابو, والبك الأخير راح يكون من نصيب مارو كاماشا عند فريق الثرونز. البكات واضحة, التصويتات 200 تقريبا لصالح الثرونز, 100 تقريبا لصالح الأكس. وقفنا التصويت وكان الفائز بالتصويت بالنسبة لكم لأرائكم هو الثرونز. أما بالنسبة لي ولكيوبي فالبكات لمين بتميل يا كيوبي, مع أنه أكيد وكلنا عارفين أنه داخل الجيم راح يكون في فرق كبير. ياب, ومثل ما قلت المباراة راح تعتمد على الأغلاط الموجودة. عدم صراحة الثرونز إي سبورت شخصيات قوية, بس كذلك الأكس من المسافات القريبة يقدرون يسببون ضرر حلو. كلاود ممكن يكون عامل أساسي بفوز الفريق. فحاليا أميل إلى حد ما للثرونز, بس مع هذا فريق الأكس يقدر يفوز. كات ممكن نقول كبارتس يقدر يسوي شغل إلا إذا تقرب من الخصم. أما فاني فالموضوع كابلات وسريعة. المشكلة اللي تخوف إنه صحيح بارتس يجمع استاكات, بس السكند عنده دايرث ممكن تقلل الدفاع الجسدي إلى 50%, وهذه ممكن تكون مشكلة كبيرة. كلينت راح يواجه كلاود بالجولد لين, فراح تكون معركة مايلة لكلينت بالإيرلي جيم. أما كميد لين راح نشوف وجود لأول مرة لشافير, وأتوقع معنا بالبطولة لثاني مرة بالبطولة معنا أو لثالث. أوكي منشوف ماشا حاول يقنق على البلو باف بس لقاهم بالريد ومصر على أنه يزعج عند الريد باف. آيزن مزعوج كثير أتوقع من مارو. كل الجيمات أو كل الأيام كان في جانج من مارو, كان في انفيد من مارو, دوريمي ضرر كبير عليه, مارو بآخر بار فممكن يكون بخطر, لسه مستمر بالضرر ومعه السبرنت اللي ممكن يتأمن على حياته ومعه بار زيادة وبالفعل راح يفعله. وانفيد سريع من ليو دا يريد يخلي آيزن انه يتراجع مع وجود الكفر, ممكن هذا الشيء يتوفر بس ليو خلصت الانرجي. ماشا راح يتقرب وكذلك فالنتينا. مارو راح يضطر انه يضرب السبرنت وراح يكون لو, راح يضطر انه يروكل, بس استس ممكن يكون بيسك اتاك وحدة تأثر عليه. بس نشوف ضيع وقته هنا هواية, كان المفروض انه واحد من عندهم يجنجل او على الاقل ياخذ البوف من عندهم. ما راح اضطر انه يروك لو واحد متقرب من عندهم بيسك اتاك وحده كانت ممكن تنهي حياته. ياب مارو خاطر بشكل حلو واستخدم السبرنت بس كان بمنطقه امنه, وزي ما ذكرت لكم كلينت له سيطره على كلاود. وبالواضح الموضوع من ناحيه التوب لين كلاود اندر تاور بربع اتش بي, اما كلينت بفول اتش بي وقادر يسيطر على التوب بمساعده من دوري مي قدر انه يهيله بشكل بسيط لحتى يقدر يكمل الفايت. فيوري موجود بفالنتينا, نانوس موجود بشافير بالميد. اما بالبوتلين راح تكون معركة البقاء بين لابو لابو ودايروث. وكي مارو المستمر بالازعاج على حتى الماركس مان حمدان, ممكن نحكي بدمجه اندر تاور. ماشا صعب انك تقتلها بشكل سريع, هيل من دوريمي وترتل موجودة بعد 3 ثواني راح تخلينا تشوف هي من نصيب مين. مارو فول اتش بي وقدر يدمج دوريمي بشكل بسيط. منشوف صعب حتى انك تقتل دوريمي من ناحية انه رومر بحط السمايل لضمان انه ما راح يقدر يقتله. منشوف بارس وايزن وترتل مضمونة كانت بدون مشاركة من ليو تحديدا. اوكي ترتل الاولى كانت من نصيب فريق الاكس, ونشوف التوب مارو يحاول انه يضغط كلير ويف سريعة ومساعدة من نانوس حتى يقدر يدافع. كلاود حاليا بمنطقة نقدر نقول حرجة الى حد ما. كنا نعرف انه كلاود بدون الديمون هانتر راح يكون مو بهذاك القوة, فيحتاج انه واحد يسبب له او يوفر له كفر. ومع اخذ كلينت للشيلد الموجود من التور هذا الشيء ممكن يكون مصدر ازعاج قوي لفريق الاكس. اوكي التيمت كان من فيوري قدر يسرق التيمت شافير منه. منشوف يا كيوبي انه ليو بيلعبها سيف اكثر من ايزن جانج على كوبا. اوكي رباعي موجود خطير عليك يا كوبا. مارو ريكولو اوكي ممكن يكون بخطر, خطير الرباعي عليك. وبالفعل اندر تور راح ينزلوا 4-1 وبالفعل الفيرست بلاد راح تروح من نصيبك يا فيوري. هجمه رباعيه, الرباعي فات عليه اندر تور وطبعا راح
يكون عاجز. كلاود بالالتيميت بس تثبيت كان من جادو، دمج بسيط من كلاود ما بيأثر بشكل كبير، بس ايزن موجود من الباك دور وخلونا نشوف لمين راح يكون. داريدي يحاول يصيد الحمدان قبل لا يموت وانسحب المنطقة، حرجة صعبة انه يرجع بفليكر، ممكن يحاول انه يجيب الكلاود قبل لا يموت، بس مثل ما نشوف يا شعب الكيل راح تكون من نصيب كلاود. مع هذا لثرونز استغل الفرصة، لثرونز قدر ياخذ الشيلد بل حتى تور فريق الاكس من البوت بالدقيقة الثالثة، وهذا يكون ممكن يكون مصدر ازعاج كبير لفريق الاكس. انفتحت الخريطة اكثر لدايروث حتى يقدر يساعد الفريق، حتى يقدر يهجم ويرجع براحته. كذلك ايزن لازم يحاول انه يركز على الوحوش. فيوري قدر ياخذ الجرين بكل سهولة، فيوري قدر ياخذ الجرين واكيد بتأثر على سرعة بارتس. بارتس محتاج سرعة تحرك، بيخسر قاعد الستاكات تبعته، لو تلاحظوا الحجم تبعه قل بشكل كبير، خسر مجموعة استاكات عالية. ومنشوف فايت موجود في التوب، ماشى كذلك مارو من الباك دور موجود، حاول انه يصيد بالالتيميت ممكن، بس خسر كمية كبيرة من الاتش بي تبعه. اندر تاور وهو بيعمل اوكي، فيوري كذلك موجود، الفوكس كبير على حمدان بس قدر يتراجع باستخدام المهارة الثانية تبعت كلاود. فاني بيلعبها سيف، ترتل موجودة، فاني موجودة، واربعة موجودين عند الترتل. خلينا نشوف لاليو راح يقدر يفوت، بس ايزن للاسف مو للاسف بس يعني قدر ياخذها بطريقة سريعة مثل ما كنت حابب اشوف الحركة اللي سواها ايزن ويا ليو، يعني فاتلهم بطريقة سريعة ايزن بالجيم الاول وقدر ياخذها فاني. كنت متوقع هذا الشيء راح يتكرر، ونشوف قادو هنا قدرت فالنتينا تضرب التيميت اسس، بس شافير راح يقدر يصيده، ونشوف الضرر العالي على لافو. لافو راح يدخل لهم ليو، كومبو سريد يحاول، بس نانوس راح يقدر يثبت الفريق وليو راح يودع. ده نشوف حمدان موجود بالضرر، راح يحاول انه يجيب المارو، بس مارو راح يقدر مثل ما نشوف يرجع بالاتش بي. هالك راح يفوت بسكن سريعه، ده يحاول انه يصيده، وبالفعل ويا فالنتينا قدر يجيب الكيل، حاول انه يفلت بالفليكر بس ما راح يقدر يوقفه. فريق الثرونز قدر يجيب كيلات، بس صراحه ليو مات بطريقه سريعه، كنت متوقع انه ممكن يقدم شيء افضل من اللي قدمه، بس فاني يلا متامل مندي ثقه بيك انه ممكن تشوفنا شيء. ضرب الريتبيوشن بطريقه غريبه، يعني اتوقع حاول ياخذ الكراب، اتوقع انه لا ضامنها انه ما في شيء مهم الا البلو باف، فاذا صار عليه جانج فخطيره. حمدان لازم يعطي انفو انه ما معه ريتري حتى يهجموا على البلو باف تبعه، وبالفعل ايزن راح يكون موجود، فيوري موجود، هالك موجود، ومارو وباقي اعضاء الاكس. وخلونا نشوف لمين راح يكون الفايت، والترتل او البلو باف. اوكي ايزن داريد البلو باف مال فاني، فهي ترى راح يقدر. نشوف هالك هنا موجود، يحاول انه يضغط داريد، يحاول يجيب الدور يمين، بس بالالتيميت راح يقدر يهيل لابو. لابو ده يهجم وده يقدر يضغط، ماشي راح يهجم، بس التيميت من ايزن راح يفول اتش بي. مارو راح يحاول، بس تثبيت من نانوس، وبالفعل قدر يثبته. لابو لابو ده يحاول، وكلاود راح ياخذها كفرصه انه يضغط التور، حاول قادو انه يفوت ويساعد الفريق بس ما راح يقدر. فاني خسر البلو باف بطريقه سريعه، والجول جميل لمصلحه فريق الثرونز. هل كان ممكن يكون ضحيه؟ وايزن موجود له بالمرصاد، بس الداش كان اوكي، وراح يفوت اندر تاور، وبالفعل راح يكون كينينج سبري لصالح ايزن. اندر تاور على دايروث بعد ما هالك دمجه وخلاله قرر يتراجع. ايزن كان له بالمفاجاه موجود بالبوتلين، بنشوف تيرتل ثالثه، هل هي من نصيب الاكس؟ لازم تتدخل يا ليو، بالفعل ليو راح يكون بالتوب لين، مارو وحيد عند الترتل بدون ريتري اتوقع ايزن. يابو قدر ياخذها، مارو في مكان خطير ممكن. اوكي ليو ده يحاول انه يجيب كيل، بس مع هذا ده نشوف صراحه مو اقوى نسخه شفناها من ليو او من فاني. يعني شفنا ايزن بالمباريات السابقه كان يقدر يسوي شغل اكبر من اللي شفناه من ليو، صحيح انه ليو جنجلر اسطوري بس له شخصيات حسيتها محدده، بس فاني بهذا المباراه ما حسيت ادى الاداء اللي كنا متوقعين منه، مع انه مر علينا استخدام ليو لفاني بشكل حلو. بس لا تنسى الباف مش موجوده معه، لما قلنا قاع كلاود كان معه فرص غير وجود الباف او غير الفرصة اللي هاي، بس محتاج انه يكون معه بلو لحتى يقدر يقنق ويضمن الكل. تقريبا تقدر تحكي انه يضمن كل على كلاود بشكل كبير او بنسبة كبيرة، موجود حاليا وبلو باف موجودة بالفعل، بس الاداء اللي بيقدمه ليو حاليا يعتبر اداء مقبول، لسه معه وقت لحتى يبدأ يحط الضرر، مع انه فاني تعتبر من الشخصيات الايرلي جيم. موجود مارو مصر بالازعاج، دوريمي اوكي موجود، لابو لابو 2-1 بستان ضد هالك، وهالك مستمر بالهجوم، التيميت من شافير كمساعدة، ممكن يموت، وبالفعل يا هالك قدر انه
تطلع منها هالك 2-1 وفايت موجود بالميت كذلك. اوكي ايزن راح يضرب الالتيميت مره ثانيه على مارو، دا يحاول انه يوقفه، دا يحاول انه يثبته، بس حمدان موجود يا الفينجز بالالتيميت كلاود، حاول انه يجيب، حاول ليو انه يفوت ويساعد، ضرر سريع وكيبلات سريعه بس ما راح يقدر يجيب ولا كيل، وراح يضطر انه يروكل ويعتبر هو لو. حاول هالك مثل ما شفنا انه يكتل الكوبا كوان فيرسز 1، بس مثل ما شفنا مساعده حلوه من فاني ودخول بالالتيميت من نانوس. هنا ايزن دا يريد الباف من عندك يا ليو، راتيبيوشن راح يقدر ياخذه، التيميت من شافيير ممكن يقلب النتيجه. نانوس اللي تميز بل تالق باستخدام هذه الشخصيات، حاول ليو انه يفوت عليه جوه التور مع البلو بوف، بس صراحه هذه مو اقوى نسخه من ليو. صراحه شفنا ليو بنسخ اقوى فعلا من فاني تحديدا، مش كشخصيات ثانيه. دايروث مسيطر بالبوت مع خساره التور مقابل الاثنين، لورد موجود راح يبدا في ايزن، ليو مطلوب انه يتواجد حاليا. سكور ليو 1-1-1. بالنسبه لفاني لازم يكون عنده كلات اكثر، جانجات اسرع، فيوري بالال تبع دوريمي او استس تحديدا لحتى يهيل الفريق. لورد موجود، فاني محتاج البلو باف تبعته لحتى يقدر يشارك بالفايت، ومصر الكوبا على انه يتفايت مع هالك والتيميت. كان اوكي كان ممكن يسرق البلو، اوه راح يبلش الهجوم. لابو لابو ده يريد يخليه يستخدم الالت، وبالفعل نجحت الخطه ستان ثنائي مثل ما شفنا. فاني راح يحاول يتقرب وعنده الانرجي وكلاود راح يقدر يشوفه، ضرر سريع. وفاني الفريق منتظرك، الاعتماد من عندك، الثرونز وكل جماهيره معتمد فاني انه يقدر ياخذها بريتبيوشن، بس ايزن راح يتقرب واتوقع راح يقدرون يضمنون اللورد بكل سهوله. مارو ده يحاول ومثل ما نشوف راح يقدرون يضمنون اللورد للفريق الاكس. مارو راح ممكن يودع وبالفعل راح يودع، فريق الاكس زي يقدر يرجع بالجيم، اللورد الاول راح يكون من نصيبه. بنشوف دايروث بالبوت، اوكي راح يروكل وما راح يكمل البوش مع وجود هالك او كوبا عفوا بالبوت لين. فحاليا مباراه صعبه على فريق الثرونز. ممكن حلوه منك يا ليو، وردت فعل سريعه كانت من نانوس بانه تراجع بس بلو اتش بي، كان ممكن يكون الكل ويريح الفريق. خلونا نشوف التيميت ممكن يكون مساعد بشكل كبير، ممكن لو سحب كلينت كان الالتيميت يساعد. فاني راح يتقدم وراح يبلش هجوم، كيبل ورا كيبل من ليو، بس ما راح يقدر يجيب الكيل. دوريمي ضرب الالتيميت وممكن هذا اللي يريده فاني، راح يقدرون يتخلصون من الالتيميت استس، راح يبلشون هجوم. مره ثانيه ايزن يستهدف مارو، ده يريد يصيده للرومر وبالفعل راح يقدر يصيده. الفريق راح يحاول انه يدافع، الفريق راح يقدر يدافع اتوقع بوجود الفريق هنا، راح يقدرون يثبتون الخصوم. حاليا الثرونز ممكن نقول دياني توراتهم الاساسيه عرضه للخطر، اتوقع ممكن تكون ماشا مشكله للماركسمان او للميج، بس ايزن دي يفوكسها ودي يخليها تكون سبب انه يحصل صحه، وهذا دي يكون من مصلحه فريق الاكس. يابو بنشوف سكور 7-3، كوبا في مكان خطير، الله الدمج منك يا نانوس. بنشوف يا كيوبي انه 3 كلات فقط لصالح الثرونز، فارق جولد عالي 34000 مقابل 28000، فهل هي الانتفاضه بالنسبه للاكس ام هناك خطا قاتل سيكون؟ وزي ما نحكي الثرونز يرجع ويكون بطل. مباراه صعبه بين الفريقين، الدقيقه 11 ولاول مباراه من بين الاربع مباريات اللي مرت بنشوف فريق الثرونز مضغوط بشكل كبير من الايرلي جيم او من الدقيقه 11 تقريبا. لورد موجود بعد 20 ثانيه ممكن تكون على يده نهايه فريق الثرونز، وجود التعادل بين فريق الاكس والثرونز وتكون المباراه الحاسمه. فريق الاكس موجود كذلك الثرونز موجود، والتيميت من شافيير لحتى يحط الضرر على جادو، وبالفعل نجح بذلك. بنشوف حاليا موجود لابو لابو في التوب محتاجينه بفايت اللورد مع هيلينج اللي ما يحطه استس، قاعد بيساعد يا كيوبي بشكل كبير. ايزن بسكور 4-0-0، 4 كلات تعتبر حلوه بالنسبه لايزن، ممكن يكون هو التانكي حاليا عند الفريق، كذلك ممكن يكون دامج بالبيسك اتاك والستاكات اللي قاعد بجمعها. بنشوف ليو بروكل، لورد مطلوب، اوكي اللورد انا شفته كان بعد 20 ثانيه، اوكي كان بعد 80 ثانيه بالفعل و30 ثانيه متبقيه. كلينت بالدمج راح يبدا، التيميت ورا التيميت من شافيير، وكانه المهاره الاولى قاعد بحط الضرر على باقي اعضاء الثرونز. اوكي ايزن ممكن يبلش فايت خاطئ وممكن هذا الشيء يسبب بخساره الفريق، بس ما هذا مستمرين بالهجوم، ذا يريد يسحبه بس بالسبرنت راح يقدر يرجع، راح يضطر يضرب الالتيميت مالته، بس دايروث راح يفتر لهم، ذا يحاول يصيده بفليكر راح يقدر يجيبه، ضرر سريع على نانوس راح يضطر انه يودع، مستمر بالهجوم هنا لابو لابو، والكل الثانيه راح تكون من مصلحه الثرونز. هل اللورد من نصيبهم؟ هل العوده مكتوبه لاعضاء فريق الثرونز؟ هل الفراعنه راح يرجعون بالمباراه؟ اللورد راح يكون موجود بس فاني ما عنده البلو باف، وبارتس كذلك قريب من عندهم،
اسس يقدر يساعد وفيوري راح يتقرب، هل ممكن انه ياخذ ايزن؟ راتبيوشن ما راح تكون متوفره الى حد 6 ثواني، راح يفوتون هجوم ثنائي على ايزن دي يحاولون يجيبوه بالفعل الشات داون. المصلحه لثرونز ثلاث كيلات اساسيه راح تكون موجوده لمصلحه الفريق، بلشوا هجوم لثرونز، انها الانتفاضه، انها العوده، انه الهجوم المتعاون، الهجوم الصحيح بين اعضاء الفريق. التعاون نقطة أساسية تميز بها الثرونزي سبورتس. هيسرقوا أوكي، ضربوا بشكل مبكر نوعا ما، كنت متوقع صراحة أنه ممكن أنه يسرقوا بالألتيميت، فهي واردة في المباراة. موجود لورد حاليا، لورد مقوى راح ينزل تورات كثير بالنسبة لفريق الأكس. الثرونز يستغل الفرصة ويضغط بهاي الأثناء، تعادل من ناحية الجولد تقريبا، ضغط من ماشا، بس كلاود راح يقاوم الضغط بالانفجار عليهم. ممكن نشوف هجمة من كلاود بألتيميت يكون الضرر المطلوب، فهل هي النهاية يا الأكس؟ منشوف دايروث بالتوب بضغط، فاني بالبوت بتضغط، الثلاثي موجود في الميد، وممكن اللورد راح يجي من الميد من البوت راح يجي وراح يكمل الضغط على البوت لين بمساعدة باقي اعضاء الفريق. موجود بارتس بالموت الاولى، الشت داون اللي اخذها، ولا ننسى الشت داون الموجودة على فيوري. يا دمجك يا نانوس على ماركس مان فريق الليثرونز. ممكن نحكي تعادل بالجولد، ممكن نحكي في مقاومة من الاكس، بس اللورد عنده مهارة واكيد راح ينزل فيها تورات. حاليا فريق الليثرونز ممكن يوقعون تورات مهمة لمصلحتهم، وفريق الاكس ممكن يكون عاجز عن صد هذا الضرر اللي ممكن يتلقوه. حاليا مارو ممكن يتقدم على حمدان، ممكن يجيب الضرر اللي يحتاجه مارو. ممكن يسبب مشكلة أساسية بالنسبة لهم، وكذلك اللورد راح يتقرب. لابو راح يفوت، راح يحاول انه يجيب الكيل، بس راح يضطر انه يرجع كوبا. ايزن المرة الثانية ده يحاول انه يصيده، حاول انه يضربه بالجدار بس ما راح تنجح الخطة. فاني راح يتقدم، فاني راح يفوت، ده يحاول انه يهجم عليهم، بس يهجم بطريقة صحيحة، يهجم بطريقة ذكية. توراتهم الأساسية عرضة للسوبر مينيونز، ده يحاول انه يفوت ليه مرة ثانية، يحاول انه يجيبه بس ما راح يقدر، وراح يطلع بطريقة سريعة. شافيا بالالتيميت يحاول انه يجيبه، لابو بلش هجوم على هالك، وهالك اضطر انه يرجع. مارو دا يحاول يطيل سلو افكت ويوفر الكفر، السبرنت راح يضطر انه يستخدمها حتى يحافظ على حياة دايروز. هجمة ناجحة للثرونز، قدر يوقع بها التورات الثانوية واحد من الاساسيين، بل قدر انه يسبق الفريق الاكس بالجولد مع فارق كان كبير بين فريق الاكس والثرونز. غلطة واحدة اكيد بتأثر، وزي ما قلنا لا اكثر من مرة، غلطة ورا غلطة ممكن تكون خطر. اوكي فاني راح يفوت، الله عليك يا فاني، وعلى نانوس بالضغط الكبير، هو المضر، هو الضرر العالي. نانوس دائما مفوكس من ناحية انه الميج تبع الفريق، فاني حاولت انها تصيده بس الدمج غير كافي بانك تقتل نانوس. نانوس الميج اللي اثبت حاله في هاي المباراة، اثبت حاله في اكثر من مباراة مع فريق الاكس، اثبت حاله مع فريق قوي مثل الاكس، وحاليا السيطرة للثرونز والريد باف بالفعل راح تكون لفيوري وليس لك يا جادو. التيميت ورا التيميت، التيميت ورا الثاني يا نانوس، وكأنها المهارة الاولى، وكأنها بيسك اتاك، كول داون قليل من مصلحة فريق الاكس. ممكن نحكي مكسب وجود شافير في الليد جيم، ممكن نحكي هالك كذلك عنده الضرر المطلوب، ممكن نحكي جادو كذلك. لا تنسى كيوبي كلينت بالضرر العالي، بارتس راح يبدا يعاني قدامه، كذلك فيوري بالضرر على بارتس. بنشوف دوريمي بيمشي مع بارتس بشكل مقرب لحتى يحافظ عليه، فهو الرومر تبع الفريق. يبدا نشوف فريق الثرونز حاليا عندهم الضغط الكافي على فريق الاكس، واللورد راح ينزل بعد 5 ثواني. فهل يا ترى فريق الثرونز راح يستغل الحركة، راح يستغل الخطوة؟ ممكن تكون من نصيبهم حركة واحدة بس ممكن تقلب النتيجة، مثل ما نشوف حاليا اللورد راح يكون موجود، ومارو ديريد يفتر عليهم، مارو ديريد الكيل بالالتيميت راح يقدر يقلل دمه، بس بالنهاية كوبا مع هذا بيسك ورا بيسك من مارو، دا يحاولون يجيب الاكس بي لينر. اكس بي لينر بين كأنه ماركسمان مع الالتيميت والضرر اللي قدر يقدمه. فريق الثرونز اي سبورتس دا يخليهم يتراجعون من خسارة كانت موجودة بالنسبة لهم وسيطرة للأكس إلى عودة، ومارو دا ينتظر واحد من عندهم. حمدان ممكن تكون أنت التالي، خلينا نشوف شون ممكن يسوي أستس قريب، وراح يقدر يهيله وجود من هالك ودخول سريع. دا نشوف الضرر عالي، كومبو دا رهيب، دا يحاول إنه يفوت ليو بس بالباسف راح يقدر يصيد الدوريمي، ودع مثل ما نشوف الإكس بي لينر وكذلك جنجلر. فريق الثرونزي سبورتس دا يحاول إنه يفوتون، دا يحاول إنه يضغطون الأكس، بس فريق الأكس قدر يصيد للجنجلر بطريقة جميلة. بنشوف انه ايزن محتاج لبلو باف كفاني تقريبا، لانه شفنا لو مانا ما قدر حتى انه يعمل دمج الا بالبيسك اتاك، دمجه بالبيسك جميل مش زي فاني. اكيد نحن نقارن شخصية بدها كيبلات وبدها دمج عالي بالمهارة الثانية مقابل ايزن، بس كذلك هو محتاج لحتى يجمع الاستاكات. بنشوف لازم يستغلوا الموضوع مع عدم وجود
ليو مع اللورد. ليو بعد 10 ثواني، مباراة خطيرة، وخلينا نشوف اللورد من نصيبه يا فريق. اوكي ماشا دا يريد يفتروا مرة ثانية، يريد يسوي نفس الحركة، دخول سريع ونانوز دا يحاولون يهرب، بس موجودين الاثنين دا يحاولون يجيبوك، بس تثبيت سريع ويا التيمت قدر يصيدك لينت بطريقة عجيبة بطريقة غريبة، وراح يقدرون يحصلون كيل، بل الدبل كيل، بل حتى اللورد، ثلاث كيلات من نصيبهم. ليو مستمر بالهجوم، دا يحاولون يجيب واحد من عندهم، بس الانرجي راح تغدرك يا ليو، عدم وجود البلو باف راح يصعب المهمة، راح يصعب عليك قتل الخصوم. لورد الاكس، هل هي العودة للمباراة بعد ما حاول الثرونز انه يسيطر؟ خلينا نشوف. مباراة صعبة والثرونز على وشك الخسارة مع اللورد، و15 ثانية لحتى ينزلوا باقي اعضاء الفريق، راح يكونوا موجودين للدفاع، بس هل الترسانة الدفاعية المصرية الفراعنة راح يقدروا يدافعوا بدون بلو باف؟ يا فاني خطير الموضوع، فاني موجود لازم يسرق البلو باف، معه الريتري بالفعل، معه الريتري، بارتس مش موجودة معه، لازم انه يسرقها، حاول انه يهجم بس بالفعل ما راح يقدر انه ياخذ البلو باف. خلينا نشوف، ضغط كبير على الفراعنة ونشوف لمين الجيم راح يكون. اللورد تقرب وراح يخليه التور مثل ما نشوف، لو قادو موجود بالباسف والترو دامج اللي ممكن ياثر على ايزن، تثبيت حلو وحاول انه يصيده، وبالفعل بامبلم الحرق او ايتم الحرق قدر يجيب ضرر عليه بالسكند، راح يقدر يخليها حمدان الضرر، ديكستر راح يقدر يجيب التور الاساسي اللي ممكن يفتح الخريطه. ده نشوفه هنا، فاني راح يحاول انه يسوي كلير ويف او يسوي نقدر نقول فريز لين، راح يخليهم يرجعون، بس ماكو ويف منيون، صعب انه ينهون، ومع غيابه ممكن هذا الشيء ياثر على الفريق. حاليا فريق الاكس ده يحاول انه يرجع، اتوقع الجولد بعد ما راح يهتمون بالموضوع، قدر فاني ياخذ بلو باف بالنسبه لفريقه، واللورد راح يكون بطيء الان ينزل، فحاليا الاكس ده يحاولون يواجهون الفراعنه، منو اللي راح يقدر يكون فائز بهذه الجوله؟ هل هو الثرونز ويعتبر بطل دوري مواجهه الابطال هذا الموسم، ام الاكس ده يريد التعادل ويريد يحصل اللقب مره ثانيه؟ دفاع وفكره دفاعيه جميله من الثرونز مع هجوم ليو، انه يعمل كات ويف من البيس تبع الخصم لحتى يوقف كل المينيون او جهة البوت تحديدا. بنشوف انه تراجع من هاي الحركة فريق الاكس لحتى يحمي المينيون، لحتى يحمي البيس، مع انه صعب على ليو انه ينهي، بس لو وقف كل المينيون فراح يكون فريق الاكس بورطة. بنشوف حاليا فارق جولد بين الفريقين 4000 لا يذكر في الدقيقة 20، وزي ما ذكرت كل المباريات اللي راح تشاهدوها راح تكون اكثر من 20 دقيقة، مباريات صعبة، مباريات محترفين راح تكون من الطراز الرفيع بين الفريقين. بنشوف حاليا الثرونز مقابل الاكس باثنين، وهذا الفوز اذا كان لصالح فريق الثرونز فهي النهاية، فهي القصة للايادي المصرية، والاكس محتاج الفوز لحتى تكون نتيجة التعادل، ونشوف مباراة حاسمة بين الفريقين. 7 تورات لكل الفريقين، 2 لورد للاكس ولورد 1 لفريق الثرونز. الثرونز قاعدين بينتشروا، بيستنوا الغلطة من فريق الاكس، غلطة واحدة ممكن تكلف الجيم. لورد 5 ثواني وبالفعل نزل اللورد، راح تكون صعبة على الفريق اللي راح يخسر اللورد، مباريات صعبة منشوف لورد موجود، وانا بأكد انه هذا اللورد الاخير اللي ممكن اذا اي فريق قدر ياخذه ممكن تكون النهاية، الا اذا فريق الخصم تجبر في الدفاع. خلينا نشوف فريق الاكس ده راح يقدر ياخذ هذا اللورد من بين ايادي الثرونز ام لا. الثرونز او فاني عندك هنا ده يحاول يسوي سبليت بوش، ده يحاول انه يخلي الخصم انه يضطر انه يرجع، وهذه صراحة ممكن تشتغل. وفيوري موجود بالضرر السحري يا حبيبي، راح يخلي ماركس من فريق الاكس يفكر مرة ثانية. كلاود يعرف انه اللي دي ينتظره، الساكات مهمة دي يحاول يجمعها، كذلك ايزن، الاثنين من اعضاء فريق الاكس معتمدين على الساكات بطريقة حلوة. مارو موجود بمنطقة خطرة، وكذلك قادو قريب عليه، حركات تعلمنا عليها من اسطورة الرومر مارو، موجود ودي ينتظرك يا كلاود. الخمسة موجودين بمنطقة حرجة، راح يحاولون يفوتون، وراح يبلش الهجوم. ليو موجود هنا، كومبو سريع، مارو راح يفوت، بيسك ورا بيسك على حمدان، ده يحاول انه يجيبه، وبالفينجز موجود ده يحاول انه يدافع، وايزن ويا نانوس قدروا يثبتون، نقضوا حياة الماركسمن، بس هاك راح يفوت ويا الالتيميت، ده يحاول انه يجيبه. لابو راح يحاول يدافع، الفريق يستقتل حتى يدافع على اعضاء الفريق، نزل بالامورتاليتي، ممكن كوبا يودع، وبالفعل راح يودع. فريق الثرونز راح يقدرون يجيبون كيل مهمة ممكن تساعدهم باخذ اللورد، التيميت من شافير راح يقدر يخليهم يرجعون، الثرونز ده يرجع لسيطرة المباراة، ده يقدر يحط النقاط على الحروف، اخذهم الكيل الاكس بي لين، ممكن يساعدهم بسيطرة بالهجوم على اللورد، وينهون الجيم بدقيقة 22 من المتعة
متعة 22 من الإثارة. بنشوف يا كيوبي إنه الموت هون صعب ب 40 ثانية، وكيف يوري في مكان خطير 3-1، وألتمت من شافير قدر يتفاداه، وخلونا نشوف اللورد هل راح يقدر يسرقه أو لا. أوكي آيزن موجود وفالنتينا كذلك ممكن يفوت ويحاول ياخذه، بس راح يموت بطريقة سريعة وبالفعل بهجوم. ومرة ثانية مارو دا يحاول يحطم أحلام الأكس، ودخول من هال كذلك الكيل الثالثة ممكن نشوف بها الكومباك، ممكن نشوف بها النهاية. ألتمت حلو من نانوس، بس الامورتاليتي لها رأي ثاني. فريق الثرونز دا يحاول انه يضغط، بس الفكرة انه ثلاثتهم لو راح يضطرون انه يروكلون، بس مع هذا يضطروا فريق الاكس انه ينتظرون. كل واحد يموت تقريبا 50 ثانية للرسبون، وهذا صعبة. الوقت وقت طويل صعبة بالنسبة للفريقين صراحة، الأعصاب على أشدها أو المباريات على أشدها، واللورد موجود وبالفعل هو من نصيب الثرون ألتيمت. لا أوكي لسه بعيدة، كان ممكن بده وقت زيادة حتى يحط الضرر على اللورد لحتى يسرق اللورد، توقعت أنه هيكون له. وبالفعل تهانينا للثرونز، فاللورد لهم. الترسانة الدفاعية يا الأكس مطلوبة بهذه اللحظات، دفاع كبير لازم يكون، هجوم أقوى لازم يكون من الثرونز. هل هي النهاية؟ هل هي القصة تكتب على أيادي مصرية من الثرونز؟ هل هي الختامية بالنسبة للثرونز؟ لورد موجود، آيزن كذلك موجود، قائد الفريق موجود حاليا، وضغط كبير على فريق الأكس. أوكي مارو راح يبلش هجوم، بس بلش بهجوم على آيزن بطريقة غريبة، ومثل ما يشوف فالنتينا راح يقدر ياخذ ألتيميت إستس. هل فريق الفراعنة الفرعون الصغير راح يقدر يجلب النصر وياه ويرجع لمصر حاملا النصر على أكتافه ومفرح جميع جمهور الثرونزي سبورتس؟ أم الأكس موجود حتى يدافع على لقبه، حتى يحافظ على صدارته كأفضل فريق بالشرق الأوسط؟ اللورد يقترب والنتيجة كذلك، خلينا نشوف ونعرف شنو ممكن الثرونز يسووه. ماشا موجود هنا، دي نشوف مارو دي يحاول انه يتقرب، بس سلو افكت رهيبة، فيوري دي يحاول انه يسبب ضرر ويرجع بطريقة سريعة. اللورد المقوى، الدامج ريدكشن متوفر، وايزن كذلك دي يحاول انه يوفر. مارو راح يتقرب، هجوم سريع دي يحاول يجيبه للماركسمن، بس دي يحاول، ومع هذا ايزن راح يقدر يرجع. دي يحاولون يفوتون، دا يحاولون يثبتون نفسهم. لابو لابو موجود، وليو دا يحاولون يجيب هجوم. ألتيميت من هالك راح يقدر يوقع على آيزن، العمود الأساسي لفريق الأكس راح يودع. ممكن نقول النهاية. مارو موجود، البيسك ورا بيسك، البيسك ورا بيسك، فراعنة هذا الدوري حطموا جميع الخصوم، وضعوا بصمتهم في الدوري محترفين، ولعنتهم على جميع الفرق. فريق الثرونز إي سبورت هو بطل دوري محترفين مواجهة الأبطال. كتبها الثرونز يا كيوبي، بأيادي مصرية انتهت القصة بعنوان الثرونز، الفراعنة المصريين سيطروا على الدوري، وراح يكون اللقب مكتوب بأيادي مصرية. كتاب أو قصة كتبها فريق الثرونز إسبورت بكتابة ليو، بقيادة ليو، كانوا الفريق الأفضل في البطولة 3-1 لصالح فريق الثرونز إسبورت، وبالفعل أثبتوا حالهم وقدروا يخطفوا اللقب يا كيوبي من أيادي الأكس. حاليا الأداء نار، أداء ناري. مباراة كانت نهاية نقدر نقول ختامها مسك. فريق الثرونزي سبورتس أبدعوا بهذا الجيم. قبل كل شيء نذكركم بالأكواد الموجودة، وموجود استفتاء تقدر تنطي رأيك على البطولة وشنو اللي عجبك وشنو اللي ما عجبك. انطينا رأيك حتى نقدم المحتوى اللي انت يعجبك، وتقدر تقيم أي شيء تريده.